شكرا يا ربي شكرا لديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبتي الفضلاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربي وأجل الكلام وأعظم الكلام كلام ربي جل في علا، وإنه لكتاب عزيز. والعزيز من البشر إذا أتيته وأقبلت عليه هش وبش وفرح بك وأكرمك، لكن إذا تركته لا يلحق بك ويتركك. والقرآن عزيز لأنه كلام عزيز جل جلاله. يقول سبحانه جل في علا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت. من الذي أحكمها ومن الذي فصلها؟ أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبحانه جل جلاله. أحبتي الفضلاء، هناك أمر لابد أن ندركه جميعا. أنا أستطيع أمامكم الآن أأمر جسدي بإذن الله أن يقوم فيقوم، وأقدر أمره أمامكم الآن أن يركع فيركع، وأقدر أمره فيرفع، وأقدر أمره فيسجد وأمره فيرفع، لكن ما أقدر أمر قلبي وأقول له أخشى يا أخشى. تقدر تأمر جسمك يسوي اللي تبغاه بإذن الله، لكن قلبك ما تقدر، ولا يملكه إلا الله جل جلاله. عضو خطير جدا. قد أصلي أمامك الآن وتصلي أنت بجانبي، ثم ترى أني أتحرك وأحرك يدي تارة يمين وشوي أحك رأسي، ثم تجدك تنبهني بيدك كأنك تقول انتبه، صح؟ لكن لو أصلي بجنبك وأنا في هيئة خاشعة ولا أتحرك وقلبي زائغ، ما تقدر تقول لي انتبه، قلبك زائغ. عضو خطير ما يطلع عليه إلا الذي خلقه جل جلاله، ولا يعلم خفاياه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. عضو خطير. الآن قد أعمل منكر أمامك وأتكلم بكلمة أو أنظر نظرة أو أعمل عمل منكر أمامك، فتقول لي قف يا أخي أنت على منكر، صح صح، لكن قد لا أفعل شيء قدامك وقلبي زائر، ما أنت تقدر تقول لي قف وأنت. لأجل هذا، يوم أن كان هذا العضو خطير، أنزل الله له كتاب عظيم ليتعامل مع هذا القلب. قال جل في علا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. أين؟ على أي عضو من أعضائنا يا جماعة؟ على اللسان فيقرأ، ولا على العين فتقلب نظر في الصفحات، ولا على اليد فتقلب الصفحات، ولا إيش؟ ولا على العقل فيحفظ؟ لا، نزل ليتعامل مع هذا القلب الخطير، هذا العضو الخطير ليتقلب على صاحبه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يقول جل جلاله في صدر سورة الأعراف: ألف لام ميم
كتاب أنزل إليك فلا يكن أين؟ وين يا جماعة؟ أي عضو؟ فلا يكن في صدرك حرج منه. يقول جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ ليه يا جماعة؟ ليقرأوا؟ لا، عشان كده يا جماعة احنا قرأنا بس ما حسينا بشيء، ما حسينا بطعم القرآن. ليسمعوا؟ لا، عشان كده يا جماعة سمعنا بس ما لن يحصل لك المطلوب ولا الحكم من إنزال الكتاب حتى تتدبر الآية. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ثم تأتي لام التعليل تعلمك ليش أنزل، عشان تنظر في نفسك وأنظر في نفسي، هل اللي أمرنا به عملنا به أو لا. ليدبروا آياته. يدبروا، ثم يقول قائل: ليدبروا آياته، ما قال صوره ولا أجزاءه، قال كل آية عظيمة. ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. طيب يقول قائل: أنا والله أريد أدبر، والله أنا حياتي كلها أتمنى أني أدبر القرآن، وكنا ذاك الرجل وتلك المرأة. يقول: نتمنى. طيب يا ربي بأي عضو؟ أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. أم سيوجهك الآن وين المشكلة؟ أم وين؟ أي عضو يا جماعة؟ أم على قلوب أقفالها؟ إذا القضية يا جماعة كلها هنا. ليه؟ إذا صلح هذا اللي برك لا يصلح، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. ما قال خلاص يصير صالح، من أهم شيء قلبي، وأنا أصلا إيماني في قلبي، أهم شيء القلب. والله لو كان في شيء في القلب صح، اللي برا صح. قال: إذا صلحت. ما قال يدخل الجنة، قال: صلح سائر الجسد. لأجل هذا أحبة الفضلاء، قال الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وفحب النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدى الدرس، لما قال الله: ولولا أن ثبتناك. سبحانه، ما قال لولا أن ثبت، لأن الثبات ما دام القضية قضية قلب لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال الله نسبها إليه. شوف التوحيد، ما قال ثبت، قال: أن ثبتناك. إيش كان بيكون في القلب؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس، فكان أكثر دعاء: يا مقلب القلوب، ما دام القضية قلب يتقلب مع رملك، وقد أركن إلى من يعادي الله جل جلاله وأنا لا أعلم، إذن يا ربي ما دام الثبات من عندك ثبتناك، إذن يا ربي يا مقلب القلوب أنت ثبت قلبي على دينك، أنا لا أستطيع أن أثبت. ووالله يهلك المرء إذا ظن أنه يقدر يتحكم بنيته، أو ظن أنه يملك قلبه. عشان كذا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يوم تصلي تلقاك من يوم يقول الله أكبر وأنت كل ذرة فيك تبكي، ويوم من الأيام تصلي وتسمع آيات تزلزل الجبال الراسيات، ولا وكأن اللي قال لك كلام بشر، ما في شيء تغير. يحول بين المرء وقلبه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل جلس مجلس يعد له الصحابة كم استغفار: اللهم اغفر لي وأتوب علي، 70 إلى 100 مرة. إذا كان في كل مجلس يجلسه 70 إلى 100 مرة استغفار، أجل كم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إذا كانت أكثر شيء هي، أجل كم يقولها؟
وكم نقولها يا جماعة. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو تنظر ونبسط أدعيته نجد أدعية النبي عليه الصلاة والسلام انصبت على هذا العضو. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني عبدك ابن عبدك. شوف السلسلة الطويلة العريضة من التذلل لله عز وجل. ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. سيطلب شيء عظيم، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، سأثرت به في علم الغيب عندك، علمته أحد من خلقك. إيش نطلب؟ دعوة وش؟ أن تجعل القرآن العظيم أحفظه، أقرأ، أختمه. كل هذا جميل، لكن هناك أجمل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا.